عليكم عن منير في اللغة العربية كتاب المتعلم والتعلم والسنة الخامسة من التعليم الابتدائي. الابتكارات والاختراعات. السيارة والطائرة. اعتدى وائل التردد في كثف الحي لاقتناء كتب ومذلات تزيده معرفة. كان يتصفحها ويقلب صفحاتها في ذوقه قبل اختيار أنسابها. وذات يوم توزع إلى الكثف فأثار انتباهه عنوان بارز على ناخ مذلة السيارة الطائرة. اقتنى المذلة دون تردد وعاد إلى البيت مسرعا نال عرفته وانطلق يقرأ. بدأ التفكير في سنوات الآخرة بحل علمه لمشكل اختناق الكامل الناتج عن تزايد أعداد وسائل التنقل. الأمر الذي جعل معدل سرعة السيارة يتناقص باستمرار. ولذا صار الناس يتساءلون متى سيشترون السيارة والطائرة الخاصة بهم. ذلك اليوم سيكون قريبا وقد تملئ السماء في العقود القريبة القادمة بالسيارة والطائرة. كانت السيارة والطائرة حلما منذ سنوات فصارت الآن حقيقة عندما أعلنت عدة شركات متحسسة أخيرا نجاحها في تنفيذ هذه الفكرة. وفعلا فقد تم عرض نماذج السيارات الطائرة سيارة الحزم. ومن المنظر أن تكون معروضة للبيع في سنوات قليلة القادمة. وتنصت عثرات الشركات في العالم. وليثيما الشركات الناشئة في الابتكار لتحقيق هذا الحلم. ورابط كل الناس في أن تحول سيارتهم إلى طائرة التقليل من الاحتناقات المرورية. كما قد تستعمل لمراقبة الحركة المرورية نفسها بالإضافة إلى التنقل السريع والسهل. تعود فكرة اختراع السيارة الطائرة في بداية عام 2009. فقد أعلن أعضاء فريق من المغامرين البريطانيين أنهم أنهوا استعداداتهم لانطلاق في رحلة من لندن إلى مدينة تومبوكتو في مالي على متن سيارة الطائرة. تم تصميمها خاصة لهذا العرض. إنها عبارة عن مركب مزودة بمحرك مروحي. السيارة الدفع مظلة ذراعية كفيلة برفع السيارات برفع السيارات إلى الأعلى والتحليق بها عندما تكون الرياح مواتية. تتم قيادته